يطولك يطولك طول عود الحور، يقول ابن خلدون أن يطولك النغم طول عود آخر ما يزدهر من الحور، العمران، يقصد الحضارة، وأول ما ينهار منها. طب بحث علمي له علاقة بتراث اللامعدي للمنطقة الشرقية بسوريا. أهمية هذا البحث بتنطلق من صعوبة أصلاً التعامل مع التراث اللامعدي، صعوبة حصره أو لمسه، ممكن أنه أصلاً بالأحوال العادية لما كان كل شيء متوفر، الأشخاص موجودين، العازفين مثلاً، اللباس، كله كان متوفر، فكان مع ذلك في صعوبة وقلة أبحاث، قلة اهتمام بهذا الجانب. اليوم بعد ما صار في تهجير بتوقع انه صار في اهميه اكبر لحصر هذا التراث لو بحث علمي واحد، او ممكن احنا نتوسع لاحقا لابحاث متعدده، خاصه ان مجالات التراث اللامادي واسعه. كونه عم نبحث بالتراث اللامادي ممكن يعني مخاوف الكبيرة إنه ما نلاقي الأشخاص اللي كانوا موجودين وبيعرفوا الحكاية أو بيعرفوا الأغاني، أو هن حافظين الزي اللي كانت تتميز فيه هذيك المنطقة، أو هن قادرين على هذا الحفظ ونقله، لأنه عم نحكي عن منطقة لحد الآن مو الكل قادر يوصلها، وعن الناس صار في عدد وفيات كبير بغض النظر عن الأعمار. فأي بخاف إنه ما لاقي الأشخاص الحقيقيين اللي ينقلوا لي أو أخذ منهم أو أتعرف من خلالهم على هذا التراث اللي كان موجود. بعض التجارب القليلة جداً التي تعيد إنتاج هذا التراث بنفس روحه، مع جعله متطوراً قابلاً للارتجال وقابلاً للتجديد من الداخل، فهذه تجارب على قلتها إلا أنها تحترم وتقدر غاية التقدير.